أنا ما بعرف شو وصلوا لك بالضبط، بس نحنا منقدر نخمن الأكاذيب اللي قالوا لك ياها عنا. نحنا كل شي سويناه كرمال الدولة العلية. الدولة العلية هي دولتي أنا، ما في حدا بما فيهم سلطانات هذا القصر بيقدر إنه يختار مرشح للسلطنة مكاني، ومستحيل اسمح إنه حدا يتجاوزني. أنتي رح تروحي على القصر القديم، وهالقصر هاد ممنوع تفوتيه لآخر يوم بعمل. في مثل بيقول يمكن بتعرفي أنا غسلته للميت، بس ما بعرف إذا روحه رح تروح على جهنم ولا على الجنة. جوابك خلص منيح، فيكي تمشي.